السلام عليكم سلام، لاله، بخير. لاباس؟ خير بخير. اتصلتي معنا اليوم على اصوات، عندك مشكل ديالك، شنو غادي تعاودي لنا ليه؟ غنسمعوا ليك، وتحنا اليوم دورنا كنتمنوا صديقين هاد الملف ديالك يتخذ بعين الاعتبار، وجميع الجهات المعنيه تاخذ يعني تحطوه امامها. شرفنا باسم الكريم ديالك. لوكيلي جميل. لوكيلي جميل، مرحبا. لاله جميله، شنو المشكل اللي عندك بالضبط؟ المشكل اخويا ان بان الزوج ديالي الله يرحمه كان كاري هي لقيمه اصلا في الاول خارجه بسميه شيخي الله يرحمه. صافي مات شيخي، دوزوها الوالده ديالهم، بقات عند الوالده ديالهم، كراها من عند الزوج ديالي مده 25 عام، هو كاريها من عندها. صافي الزوج بلات الزوج ديالك كاريها من عند الام ديالو. عند الام ديالو هاكاك. عند الام ديالو كراها من عند الام ديالو، ومقابل هذاك الكراء عطاها 20 مليون. ديك 20 مليون الزوج اللي انا تسلف وتكلف وهذا باش كراها من عندها، باش دارت معاه واحد العقد نموذجي فيه 12 سنه ديال الوقت. صافي هي هذيك بقى كاريها من عندها. نهار اللي توفى، ملي توفى الزوج ديالي نهار 3 ايام دخلوا معايا المحكمه، دخلوا معايا المحكمه عبوسي الله يرحمها ولادها، دخلوا معايا المحكمه دعاوني بالسنين ديال الكره، حيت حنا كنا ساكنين مع عبوسي في دار وحده، ما كانش كيدير مع الام ديالو التواصل ديال الكره. صافي دعاوني بالسنين ديال الكره، انا طلبت مني القضيه باش نجيب الشهود، جبت الشهود، جبت شهدت معايا بنت اختهم كتعيش في تركيا، كنت عيطت عليها وجات شهدت معايا، وشهد معايا الشيفو ديال الطاكسي حتى هو خدام معنا لمده 25 عام، هو خدام معنا، شهدوا معايا في المحكمه وربحت انا القضيه. ربحت القضيه صافي تصالحنا، عروسي تصالحت معايا، بقيت كنعطيها كندير ليها الفلوس للدار، كندير الوليدات، كندير ليها الفلوس ديال الكرا، كنشد التواصل. صافي بقينا غاديين مزيانين. امتى وقع هادشي ديال الزوج ديالك انت تفوه؟ الزوج اللي دابا 7 شهر 12 2022، قبل الوالده ديالو. من تما كاينه لهاد التاريخ، يعني انت بخير مع معاهم، مع الكريمه شاداها كتحطي لهم الكره ديالهم بخير. في الاول نوضوا النزاعات، نهار 3 ايام باقي الزوج ديالي اصلا باقي لا 3 ايام لا موفي، مشاو دعاوني ودخلوا معايا المحكمه على حساب هاد الكريمه بان ما كانش كيخلصها 6 سنين. شهدت معايا بنت اختهم الشيفو ديال الطاكسي، ربحت انا القضيه، بقيت غاده. ديك الساعه رجعت مزيانه مع عبوسي مع الويسي تما، واخا ما حاملينيش، ولكن في نفس الوقت يعني ملي ربحت انا القضيه بقاو غاديين معايا، كنعطي فلوس للكرا لعبوسي يدي في يدها حتى لاخر لحظه قبل ما تموت. قبل ما تموت عيطات عليا طلبت مني المسامحه، مشيت عندها قلت لها الله يسامح. هذاك هو الشهر الاخر اللي عطيها فيه الكرا، موراها الغد صبحت ميته، بحال اليوم مشيت عندها وغدا صبحت ميته. صافي توفات، موراها بقينا غاديين مزيان. الشهر اللي ماتت ديك الشهر الاول اللي ماتت فيه عجوزتي عطيت لوسي الكرا، عطيتو فلوس ديال الكرا الشهر الاول، وما عطانيش التوصيل اصلا ديال داك الشهر، ما عطانيش فيه التوصيل. قال لي صافي دابا انا مرغون، انا هادي صافي، ما خدتش التوصيل ديال الشهر الاول فاش ماتت عجوزتي، هذاك الشهر ما خدتوش، كان واقيلا شهر 3 وما عقلتش بالضبط، المهم واقيلا شهر 3 ما خدتش التوصيل ديال الكرا. موراها بقيت كنعطيهم الفلوس، كيعطوني التوصيل ديال الكرا كنعطيهم كاملين الورثه، اغلبيه كياخذهم لوسي كياخذ فلوس ديال الكرا وكيعطيني التوصيل. لوس كيعطيهم واحد غير بوحدو من كري ولا الحضور ديال خوتو؟ لا كياخذ هو، كيعطي لخوتو. كيعطي لخوتو؟ لخوتو اه يعني هو كيعطي لخوتو. شحال كنتو كاريها؟ 1500 درهم. صافي بقينا هكذاك غادي كنعطيهم فلوس الكرا. هذه مدة دابا 8 شهور، هاد الشهر 4 كتكمل 8 شهور. بغيت نعطيهم فلوس الكرا ما بغاش يشدهم، قال لي لا انا ما غاديش نشدهم، انت ما كتخلصيناش. هاد لوسي قال لي انت ما كتخلصيناش، باغا نشد ما عندك فلوس الكرا. دار عليا قلت له كيفاش انا ما كنخلصكمش، انا هادي ما كنخلصكم، علاش ما كنخلصكمش، كنتو كتشدوا الفلوس وكتشدوا. هادشي من ورا الدعوه، هادشي من ورا الدعوه ملي ماتت الام ديالو، ما بغاش يشد ما عندي الفلوس. انا مشيت للمحكمه حيت ما عنديش باش غندير محامي، حيت سبق لي درت محامي ب 100,000 ريال، وانا ما بطاقتيش اصلا ما مخلصاش المحامي، ما مخلصاش الدعوه الاولى حيت ما عنديش. ها هو لك الا بغاو يتاكدوا يسولوا المحامي اللي كنت دايره، والله ما مخلصاه 100,000 ريال، كانوا كيسمعوا فيا 100,000 ريال والله ما مخلص حيت ما عنديش، انا ما كيشيتش ليا باش غادا نخلص المحامي. واخا على ذكر ما عندكش،
ما عندكش تخلصي. بغيت نسولك شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي 4 ديال الوليدات، ولد عنده 6 سنين، ولد عنده 10 سنين، وولد الاخر عنده بنت عندها 16 عام وبنت عندها 19 عام. كيقراو؟ 4 ديال الوليدات كلهم كيقراو، بنتي الكبيره في لافاك والبنت الاخرى كتقرا الحلويات والطبخ. كنخلص عليها 300 درهم شهريا، ومن غير داكشي اللي كتدي مره 30 درهم مره 40 درهم في النهار كتطلع لي 500 درهم في الشهر. شنو الراي ديالهم في هذه المعاناه؟ شنو الراي ديالهم؟ يعني كيقول لك حنا غادا نتشردوا، يعني الا ما بقاش عندنا الطاكسي منين غادا نعيشوا؟ ولدي اللي عنده يعني هو المورد، هو اللي كنعيش انايا منه. ولدي اللي عنده 10 سنين قال لي ماما دوري لنا الطاكسي منين غادا نعيشوا، يعني ما عنديش انا. ما عندك شي دخل اخر؟ ما عنديش شي دخل من غير هذاك الطاكسي. كاينه 500 درهم ديال الدوله، واش 500 درهم غادا تعيشني انايا؟ 500 درهم شهريه كيفاش ديال 500 درهم شهريه؟ 500 درهم ديال الدعم اللي خرجوا للناس. وهذيك راه اصلا ماشي دائمه، هذيك راه ممكن تقطع في اي لحظه. 500 درهم ممكن تقطع، دابا انا طلعوا لي غير النقط غادا تقطع لي. هادشي اللي بغيت نقول لك، يعني الانسان ما خصوش يعول عليك 500 درهم. ماشي حاجه، انا يتمنى من المقدم كل شيء اي حاجه كيقول لك راه عندي الكريمه. دابا انا عندي الشهره، راه عندي انا كريمه، ما كتجيني حتى شي معاونه حتى حاجه. المعاونه اللي كتجي ما عمري ما خدت انا شي حاجه في حياتي، وعمر شي واحد ما عتقني بشي درهم من غير ديك الطاكسي اللي كناخذ منه ديك النصيب باش كنعيش انا ووليداتي. واخ، شنو المشكل دابا كيفاش بدا عندك دابا؟ شنو دابا المشكل كيفاش؟ دخلي معايا الميل دابا ديري في مباشره. المشكل كيفاش بدا؟ هذه 3 ايام انا نعس الصباح، عيط عليا الشيفو ديال الطاكسي قال لي الطاكسي غادي ندخلو لك الفوريال، غيدخلوه لك الفوريال. قلت لي انا كيفاش هاد الطاكسي اللي غيدخلوا لي انا الفوريال؟ كيفاش بلاتي انا غادي نجي؟ لبس جلابيتي مشيت، تبعوني ولادي الصغار وبناتي تبعوني لتما حدا بيرو طاكسي، لقيتهم حاطين ديباناج باغي يديو لي الطاكسي. شكون اللي جا لي؟ شكون اللي حط؟ شكون اللي جا بغا يدير البوليس؟ قال لك حنا جانا قرار من العماله. هذا البوليس؟ البوليس قال لك حنا جانا قرار من العماله، بغا ولادي اعترضوا، ولادي طلعوا في الطوموبيل، بنتي الصغيره ما تحملاتش هذا، بغات تنوض الفوضى. قلت لها صافي خليت نشوفوا القانون، هو فوق كل شيء، حنا غنشوفوا النهايه اشنا هي، خليهم يديوه. دابا داو لي الطاكسي الفوريال، انا منين غادا نعيش؟ دابا انا ديك الطاكسي دابا اليوم 3 ايام انايا، يعني غير واحد 10 ايام غتبان فيا انا، اولادي غادي يتشردوا غيبقاو بالجوع، يعني منين انا غادا نعيش؟ منين غادا نعيش؟ انا ماشي في الصالح ديالي وقفوا لي الطاكسي، وانا مخلصه لا سيونس 140000 ريال، يلاه صبغتو ب 2500 درهم. خلصتي انتيا؟ خلص انا كلشي، هادشي الضرائب انا كنخلصهم، اي حاجه كنخلصها انايا، كلشي من عندي انا. ما تزوجي لي خلي الدار فيها السيمه، الجيران شهاد الجيران يسولوا الجيران، الا كنت كنكذب الجيران شاهدين بكل شيء وشاهدين، عارفين الظروف اللي كنعيش انا فيها وعارفين الدار اللي ساكنه فيها انا كيفاش دايره. الدار ديالك كاريها ولا ما كاريه؟ ما حتى حاجه، الدار خلاها راجل كان كان كيبنيها، ما تخلي لي الدار سيمه. مشيت نهار، حيت نهار 3 ايام جراو عليا من الدار ديال الوراثه، جراو عليا راجل اللي كان كيبني، مشيت للدار باقا بالسيمه، مشيت درت الحصيره ونعست، الجيران شاهدين كل شيء عارفين هذا الشيء هذا، درت الحصيره ونعس فيها. بقيت داكشي اللي كنجمع من الطاكسي كنصاوب به الدار، الدار اصلا ديال الوراثه، راه داخلين معايا الوايسي حيت مات راجلي قبل الام ديالو، الدار ماشي ديالي انايا بوحدي، الدار فيها جوج بيوت صغيره، الدار صغيره 65 متر وما كاملاش 65 متر، يعني ما عنديش انا منين نعيش. عندي هذاك الطاكسي كنتفاجئ، انا كنقول لهم في بيرو طاكسي واش كاين شي قرار؟ وروني هذا القرار اللي عندكم باش هاد الطاكسي غادي يتوقف. جو هزوك طاكسي ما وروك لا هادشي؟ ما البوليس قلت لهم جدوا لي واحد الورقه فيها الفرنسي، قلت لهم انا ما قاريش. ما سنيتيش شي ورقه؟ ما حتى شي حاجه ما سنيتش. قال لي جا قرار من العماله، عطيوني هاد القرار. قال لك لا، سيري للعماله. قلت لهم انا ما يمكنش لي انا غادي نمشي للعماله، العماله مشيت عندهم قبل، مشيت دخلت عند الكاتب العام قال لي ها انت غتحطي الكريمه غنعطيوك 10 ديال المليون. قلت له ما يمكنش ليا انا غنحط الكريمه مقابل 10 ديال المليون، علاش انا غنحط الكريمه على مقابل 10 ديال المليون؟ قال لي صافي سيري ديك الكريمه علقيها، راه ما عندك ما غتصوري، ما غتبقاي راسك عاصي، ما غتاخدي الكريمه، ما غتاخدي 10 ديال المليون. صافي خرجت بحالاتي، جيت من تما انا يا نيس ما بقيتش كنوصل للعماله، من داك الوقت صافي قطعت ياسي انا من العماله. دابا انا كناشد الناس المسؤولين، هادي بغيت نقول شنو رسالتك اليوم؟ شنو بغيتي؟ الناس اللي مسؤولين، كناشد سيدة العامل، وكناشد سيدنا، وكناشد جميع الناس المسؤولين اللي عندهم دخل بهذا الشيء. بغيت نعرف انايا الحقيقة ديال هاد الكريمة اشنا هي؟ لي لوسي كيقول لك انا عندي سيد صاحبي في العمالة عنده يد مع العامل، غادي يتدخل ليا وغادي يقاد ليا الامور. انا بغيت نعرف الا كان كيسمع لي سيدة العامل يقول لي انا هاد الشيء واش حقيقي ولا باطل؟
انا بغيت نعرف هاد الشيء هذا واش صح، والسيدة العامل غادي يعطي يخلي 4 ديال الليتام يخليهم في الزنقة ويعطي الكريمة لواحد اللي كيصور 500 درهم في النهار. مراته عندها لانتريت يلا شداتو فيه 3500 درهم. عنده بنت وحدة كتقرا في داخلي في الرباط في الكورة، عنده بنت وحدة معاه، ما عندوش يعني ولاد بزاف اللي غادي يصرف عليهم. انا اللي عندنا اللي غادي نضيع، بنتي غادي تشردو وانتي كتقرا في لافاك، باش غادي تركب حتى المنحة ما خرجوهاش لي راحت عندنا الكريمة. يعني حتى حاجة ما عنديش شي مدخول، مناش نصرف انايا على ولادي؟ منين غنصرف؟ غنصرف الدار، الدار غادي نصرفها، الدار غادي نبيعها، نصرفها نبيع الدار نصرف بيها ونبقى جالسة في الزنقة. انا هذاك هو المدخول ديالي، انا كنطالب انا بالعقد ديالي نكملو، بقى لي عندي فيها 4 سنين نكملو. كناشد المسؤولين يديروا لي شي حل، يخليوا لي الطاكسي يخدم، يطلقوا لي الطاكسي يخدم تنكمل المده بالعقد ديالي اللي باقا عندي، باقا فيها 4 سنين خصني نكملها. 4 سنين مخلصه انت؟ هي مخلصه انت 4 سنين؟ 4 سنين مخلصه، راه عاطين 20 مليون وباقي الكريدي، باقي راجلي مات وخلى الكريدي، راه ما مخلصش ديال هاد 20 مليون. علاش يوقفوا لي انا الطاكسي؟ منين غادي نعيش انايا؟ منين غادي نعيش؟ ما عنديش شي حاجه منين نعيش من غير الطاكسي. كيمشي لوسي كيمشي ينصب في العماله، كيمشي كيجر مراته كدير كاروسه ويمشي يدخل العماله بالكاروسه، ملي كيخرج الزنقه كيمشي على رجله. اشناهو هادشي؟ الناس عارفينه، كلشي الناس كيشوفوه كيخلف السيد كيتمشى على رجله، ولا داير بالعاني كاروسه زعما انا معاق. لا حول ولا قوه الا بالله. وانا ما انا اصلا ما منعهمش من حقهم. انا ها انا ملي تمتانعوا ها هو المحضر، ها المحضر باش نتانعو، ها هو ها هو ها المحضر باش نتانعو على الكراء، ها المحضر ها هو ها المحضر باش نتانعو على الكراء، ها التواصل ديال الكراء، ها هما. قلتي لي قبيله التواصل، قلتي لي المسألة بأنه استغلوك يعني ما قارياش وما كتعرفيش. توصيل واحد داو ليا نفس الشهر، نصبو عليا نصب عليا توصيل واحد داو ليا نفس الشهر، ها هو. واحد ستة واحد ستة ها هما نفس التواصل ديالي نفس الشهر. هذا نصاب، هاد لوسي هذا نصاب، هاد لوسي هذا نصاب. كي نصاب شكون اللي كاتبهم هادوك التواصل؟ كاتبهم هو بخط الضو. نفس هو اللي كاتبهم، هو اللي كيكتب. التواصل كيعاودوا لك على جوج مرات. جوج مرات. شنو الهدف من هادشي؟ ما عرفتش ما عرفتش اشنو هادشي. خلاصة شنو اخر كلمة باغا توجهي؟ باقا شي حاجة باغا تقوليها؟ شنو تقول؟ صافي، بغيت نقول انايا كيفاش انا هاد الكريمة اللي كيقول لك في العملة هو من حقه ياخذها، علاش هو غادي ياخذها؟ ماشي من حقه الكريمة، من حق اليتامى، من حق الدراويش، من حق الناس اللي كيستحقوها. والسيدنا مخرج الكريمة للارامل والناس اللي كيستحقوها، الناس المحتاجين، من خرجها الواحد اللي دوز الحياة ديالو كلها الشراب، حياته كلها دوزها شراب، كلها بشهادة الناس، الناس كلشي كيعرفوه، كلها دوزها شراب. دخل هذيك شي حياته الشخصية. دابا عطينا اشنو بغيتي؟ دابا كنطالب انايا بمدة ديال العقد ديالي نكملها. هاد 4 سنين اللي بقات ليا كنناشد المسؤولين والناس اللي مسؤولين على هاد الشيء هذا باش يوقفوا معايا باش نكمل المدة ديال العقد اللي عندي، حيت ما عنديش منين غادي نعيش من غير هاد الطاكسي. بغيت المده ديالي ديال العقد نكملها. صافي هادشي باش كنطالب انايا بالمده ديال العقد. انا ماشي باغا الكريمه تكتب ليا بسميتي، انا باغا المده ديال العقد نكملها باش يعيشوا. من طبيعه الحال لان مأديه الواجب ديالها خصك تستافدي منها. ولادي غادي يتشردوا، حيت ولادي غادي يتشردوا، ما يمكنش ليا انايا غنعطيهم كيقول لك عطينا الكريمه مقابل 10 سنين ولا هذيك الكريمه راه ما ساويه حتى حاجه، سيري علقيها. اذا ما ساويه حاجه خليوها ليا. لا قال لك عطيها لينا وخذي شي كي ما قال لك ما سوي حتى حاجه خليوها ليا شي كي صيفطوا ليا السماصيه للدار. شافوهم الجيران، السمسار الاول جا قال لي 6 مليون، قلت ليه لا. جا السمسار الثاني قال لك 13 مليون، قلت ليه لا انا ما نبيعش انا الكريمه مقابل 13 مليون. لما غتبيعيها؟ ما عرفتش. قال لك هذا حنا سماص، حنا سمسار. قلت ليه شكون انت اخويا؟ قال لي انا سمسار مصيفطين لي الناس عندك. ما عرفتش لوسي باع شراف الكريمه وباغي يشد الحلاوه والكريمه بقى عندي. ما عرفتش انايا الكريمه واش كيخرجها سيدنا باش يستافدوا من الناس ولا باش يبزنزو فيها يبيعوها ب 70 60 80 مليون. انا ما فهمتش، جاو كيبزنزو فيا باغيين الفلوس مقابل باش نعطيهم الكريمه.
هادشي اللي بان ليا انايا، ما عرفتش، انا ما عرفتش اشنو ورا هادشي هذا، ما فهمتوش انا شنو ورا هاد القضيه ديالي انايا. علاش تحقرت بالضبط انايا؟ علاش تحقرت؟ علاش نتحقر؟ علاش يحبسوا ليا الطاكسي؟ خاص يجيني شي تبليغ من المحكمه، شي حاجه قانونيه. ما توصل حتى شي حاجه، حتى شي حاجه قانونيه، حتى شي ورقه، شي حاجه كتثبت بان الطاكسي خصو يوقف. علاش يوقفوا ليا الطاكسي اليوم ثلاث ايام؟ اذا السيدة دائما كما كانت تشاهدوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، يعني في هذه اللحظه يعني كما استمعنا يعني هذه السيده اللي كتتكلم بالدموع ديالها، كتتكلم يعني وهي محروقه، كتتكلم يعني على الحسره ديالها. بدورنا اليوم كنتمناو دائما من جميع الجهات المعنيه، جميع الجهات المسؤوله، تاخذ هذه الملف هذا بعين الاعتبار باش تاخذ السيده هذا الحق ديالها، واللي كل او كل واحد ياخذ الحق ديالو، وحتى شي واحد ما يضيع. لاننا اليوم كنعيشوا في دوله الحق والقانون، كنعيشوا دائما في ظل اسم كبير اللي هو اسم صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، يعني ملك الضعفاء، ملك الناس، يعني الناس اللي ما عندهمش. ف بحال هاد مثل هاد المسائل ما بقيناش بغينا نسمعوها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلهذا شكرا لكم متابعينا الكرام، شكرا لك على هاد التصريح اللي قلتي، شكرا لك يعني تكلمتي معنا بكل حرية، تكلمتي معنا بكل صدق. كنتمناو لأي واحد يعني عنده دخل في هاد الملف هذا يحن من هاد السيدة ومن هاد الوليدات اليتامى ديالها. كذلك رسالتنا احنا أخيرة للجميع، تنقول يعني حق الرد مكفول، وتحياتي لكم، شكرا لكم.